إلى سيناء، حيث تمكنت القوات المسلحة من ضبط 18 عنصرا تكفيريا وتصفية عنصرين آخرين خلال حملات أمنية مكبرة في رفح والشيخ زويد، فيما تواصل عناصر حرس الحدود إزالة المرحلة الثانية لإقامة المنطقة العازلة للشريط الحدودي في رفح. ولمزيد من التفاصيل على هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة مراسلنا أشرف سويلم من شمال سيناء. أهلا بك أشرف. أشرف، يا ريت تطلعنا على آخر التطورات في سيناء وآخر الحملات الأمنية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة. تحياتي أستاذ محمد. طبعا كان القوات المسلحة قامت بزرع ألغام حول أغلب النقاط والارتكازات والأكمنة والمقرات العسكرية في رفح والشيخ زويد. ومساء أمس في تمام الساعة 7:05 وقع انفجار بجوار كمين القنبز العسكري. طبعا الكمين حديث تم تشييده بعد اقتحامه في فترة سابقة، وطبعا تبين ان القوات المسلحه كانت زرعت حزام من الالغام وشرق خداعي للعناصر التكفيريه، وحاول عنصران تكفيريان اختراق الكمين وتنفيذ عمل ارهابي ضد الكمين، ولكن احدى القنابل او الالغام المزروعه حول الكمين انفجرت في العنصرين وقتل في الحال، في اشاره الى تفخيخ المحيط الأكمنة العسكرية بهدف عدم تسلل عناصر إرهابية أو وصول سيارات مفخخة إلى الأكمنة العسكرية. طبعا يعني أشرف، يعني نطاق العمليات والحملات الأمنية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة، هل محصورة في منطقة الشريط الحدودي أم ممتدة في مختلف مدن شمال سيناء؟ لا، هي مقسمة يا أستاذ محمد على ثلاث مدن، وهي العريش ورفح والشيخ زويد. العريش طبعا منطقة سكنية القوات المسلحة لا تستطيع أن تقوم بتمشيط بالدبابات والطائرات طبعا، لأنها مناطق سكنية والعناصر الإرهابية اخترقت هذه المناطق واحتمت في السكان وبدأت تنفذ عمليات إرهابية. وفي عندنا تنظيمين في مدينة العريش، التنظيم الأول هو بيت المقدس المعروف اللي بايع داعش، في جزء صغير من تنظيم بيت المقدس انشق عن مبايع داعش وظل أبقى مبايعته على القاعدة، وهم جند الله، جند الله متواجدين جنبا إلى جنب مع بيت المقدس في تنفيذ العمليات الإرهابية، وأصدروا بيان أمس عبارة عن قائمة اغتيالات هددوا فيها أهالي العريش باغتيالهم حالة تعاونهم مع القوات المسلحة. طيب أشرف، أريد أن أسألك أيضا، يعني كانت هناك انتفاضة من قبل رجال القبائل في سيناء من أجل تعزيز التعاون مع قوات الجيش والشرطة من أجل تضييق الخناق على العناصر الإرهابية، هل هناك جديد في هذا الصدد؟ طبعا الانتفاضة البدوية ما زالت قائمة، ولكن طبعا في تنسيق مع القوات المسلحة وفي تعاون بالفعل ما بين القبائل وما بين القوات المسلحة، والنجاحات العسكرية اللي بتقدمها القوات المسلحة على الأرض أكبر دليل على وجود تعاون كبير بين المواطنين في سيناء والقوات المسلحة. وأيضا البيان الذي أصدرته أو أصدره تنظيم جند الله أمس ضد أهالي العريش باغتيال أي مواطن من العريش حال تعاونه مع الجيش، هذا يؤكد وطنية المواطنين وتعاونهم بالفعل في تبادل المعلومات وفي الإرشاد عن عرصة. شكرا للزميل أشرف سويلم من شمال سيناء على هذه التفاصيل.